بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعض أيضا، فكل إنسان معه ملكان كريمان يكتبان عليه كل شيء، يسجلان، يقيدان، يحصيان عليه كل شيء. المؤمن معه ملكان، الكافر معه ملكان، المنافق معه ملكان، لا يفارقانه أبدا، كل واحد منهما أمين، أمين في كتابته، لا يزيد على الإنسان شيئا ولا ينقص منه شيئا، يكتب تماما ما يحدث من هذا الإنسان. ملائكة كرام، أمناء، خبراء أيضا، يعرفون كيف يكتبون. هؤلاء الملائكة كلهم يعرفون ماذا يكتبون تماما، منتبهون بالليل، بالنهار، في السفر، في الحضر، في الخلوة، في الخلطة، في كل الأوقات، لا يغفلان أبدا عن كلمة أو نظرة أو لحظة، لا يغفلان أبدا، ولا يسهوان أبدا، ولا ينامان أبدا، يحصيان عليك على مدار اليوم بأكمله. أنت تنام والملكان لا ينامان، أنت تنسى، أنت تغفل، وهما لا يغفلان. دقة شديدة وأمانة ومهارة وخبرة، يعرفان ماذا يكتبان تماما. نظرة، يعرفان كيف تكتب هذه النظرة. كلمة، كيف تكتب، في كتاب الحسنات أو في كتاب السيئات. ملك يكتب الحسنات،
وملك يكتب السيئات. هذا تدبير من الله، هذا تنظيم من الله سبحانه وتعالى، جعل ملكا يكتب لك الحسنات في صحف، وملك يكتب عليك السيئات في صحف أو في كتب. كل ملك له وظيفة، له مهمة يقوم بها على الوجه الأكمل، لا يقصر أبدا، لا يسهو أبدا، لا يغفل أبدا، لا ينام أبدا، لا يتركك أبدا، ولا يظلمك أيضا أبدا، لا يكتب عليك زيادة ولا يكتب عليك نقصان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب منتبه باستمرار، عتيد خبير ماهر يعرف كيف يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليست الأقوال فقط التي تحصى عليك وتكتب عليك وتدون وتسجل، لا، كل شيء، الخطوات تكتب إما لك وإما عليك. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهم، قال: يا بنو سلمة، أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، أردنا ذلك. قال: دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني الزموا دياركم، لا تتحولوا قرب المسجد، لا تنتقلوا في السكن قرب المسجد، دياركم الزموها، تكتب آثاركم، الخطى إلى المسجد ذهابا وإلى البيت إيابا. كل هذه الخطوات تكتبها الملائكة، نحن لا نشعر، لا ندري هذه الصحف التي تكتب فيها الملائكة، بل لا نشعر بالملائكة أصلا. هذه الملائكة التي أخبرنا الله عنها في كتابه وأخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، لا نشعر بها، لا نراها، ولكن نؤمن بها ونوقن بها، لأن الله أخبرنا. ومن أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. والصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه حدثنا عن هؤلاء الكرام البررة، قال: إن معكم ملائكة كرام بررة، فأكرموا الملائكة واستحيوا منهم. أكرموا الملائكة، لا تأخذوهم معكم في أماكن المعصية، لا يحبون هذه الأماكن، لا تأخذون الملائكة معكم في مواقف لا يحبها الله، لا يرضى عنها الله. أكرموا صحبة الملائكة، خذوهم إلى المساجد، خذوهم إلى حلقات، خذوهم إلى مجالس البر والخير والتقوى، خذوهم إلى مجالس المعروف، لا تأخذوهم إلى أماكن الفسق والفجور والبدعة وغير ذلك. أكرموا صحبة الملائكة واستحيوا منهم، لا يفارقوكم. المقصود الصحابة بنو سلمة الذين كانوا يسكنون بعيدا أرادوا الانتقال والتحول إلى قرب المسجد، حرصا على الصلوات في المسجد، حرصا على الجماعة، حبا في المسجد. النبي صلوات ربي وسلامه عليه نصحهم
لمصلحتهم. قال يا بني سلمة دياركم لا تتركوها تكتب آثاركم. قال الله عز وجل إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا في حياتهم وآثارهم، يعني ما يبقى بعد مماتهم. الميت أحيانا تبقى أعماله بعد مماته يكتبها الله له، الملائكة تكتب له هذه الأعمال بعد مماته سواء في الخير أو في الشر. واحد كتب كتاب بالطبع سنين، عشرات السنين، مئات السنين، أكثر من هذا بالطبع، والناس تذاكر فيه وتتعلم منه، كتاب حسناته مفتوح بيتكتب فيه. واحد عمل أعمال بر خير باقية بعد مماته تكتب له، لسه الصحف بتاعته مفتوحة بيتكتب فيها. واحد عمل عمل شر باقي بعد مماته، واحد عمل فيلم هابط سيء، إما يسيء للرسول، إما يسيء للإسلام، إما يسيء للمؤمنين، إما يحرض على الفاحشة، ومات بقاله عشرات السنين، اللي 50 سنة واللي 100 سنة لسه الفيلم بيتذاع. سيئات تكتب عليه، أغنية هابطة، مسرحية مفسدة، كتاب في الشر والفساد. واحد كتب كتاب في السحر أو غير ذلك ولسه بيطبع ولسه بينشر، لسه كتاب سيئاته مفتوح، ملائكة بتكتب فيه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني في حياتهم، وآثارهم يعني بعد مماتهم، وكل شيء في إمام مبين. المقصود الكتابة، ملائكة شغالة كتابة، كل شيء بيتكتب في حياتك بعد مماتك، خطواتك إلى المسجد تحصى عليك وتكتب لك. ولو واحد له خطوات إلى معصية الله تكتب عليه هذه الخطوات أيضا. سيدنا ابن مالك، سيدنا أنس خادم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، من الأنصار ولكن صغار السن، كبر تلميذه ثابت البناني. يقول ثابت: مشيت مع أنس إلى الصلاة إلى المسجد فأسرعت الخطى فأخذ بيدي حتى مشينا رويدا، فلما قضينا الصلاة قال: مشيت مع زيد بن ثابت. يقول له: حصل معايا زي ما حصل معاك، مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت الخطى فأخذ بيدي وقال: أما شعرت أن الآثار تكتب؟ أما شعرت أن الآثار تكتب؟ خطوات الأقدام تكتب، لا تسرع، قلل الخطى. إن اللي بيمشي بسرعة خطوته بتبقى سريعة، المسافة تقصر. قال له رويدا مهلا، امشي ببطء حتى تكسر الخطى، وبعدين تكتب في ميزان الحسنات كل خطوة مهمة جدا، كل خطوة في الخير مهمة جدا. لذلك الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فهو في صلاة، له بإحدى خطوتيه حسنة وبالخطوة الأخرى تحط عنه سيئة، وإن أعظمكم أجرا أبعدكم ممشى، أعظمكم أجرا أبعدكم ممشى. اللي بيمشي كتير وبعيد أعظم الناس أجرا، تكتب له هذه الخطى، تكتب له هذه الخطوات، هذا الممشى الذي مشاه يكتب له في كتاب حسناته ويأخذ عليه الأجر يوم القيامة. هكذا كان الصحابة عندهم حرص شديد
على كثرة ما يكتب لهم في كتاب الحسنات. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه من الأنصار أيضا يقول: كان رجل يحكي، كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد منه مكانا من المسجد، آخر واحد ساكن في المدينة. يقول: وكانت لا تخطئه صلاة، كل الصلوات موجود في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فتوجعت له، أشفقت عليه بعيد، آخر واحد ساكن في المدينة وكل صلاة موجود موجود موجود. فتوجعت له وقيل له أنا أو غيري، قال له: لو اشتريت حمارا تركب عليه في الظلماء بالليل أو في الرمضاء في الحر بالنهار. قال: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. مش الخطى للمسجد بس، ده أنا راجع، ده أنا مروح كمان عايز الخطى هذه تكتب، تدون، تسجل، تحصى لي في كتاب حسناتي. فنقل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله كتب لك ممشاك ورجوعك، ربنا يكتب لك مشيك ورجوعك، هذه الخطوات. هو يحب أن تكتب، بعيد ساكن بعيد عايز يمشي، طب اركب، لا يقول أمشي على الأقدام، هذا أكثر للحسنات، هذا أكثر للثواب، هذا أكثر للأجر. عندهم حرص، عندهم إيمان إن في ملائكة وبتكتب في يوم آخر وفي حساب، عايزين ثواب كتير. وهكذا هكذا كانوا حريصين على ما يكتب في كتاب حسناتهم. ليس الكلام فقط والخطى فقط، الأوقات. النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله. طول الوقت اللي بره في مخرجه هذا يطلب فيه العلم. من خرج يطلب علما، عمل صالح، عمل ديني، عمل إيماني، في ميزان الحسنات قربة من القربات. من خرج يلتمس علما، يطلب علما، فهو في سبيل الله. كل الأحوال، النفقات، النفقات، الصدقات، الحركات، النظرات، الأوقات، حتى المسافات. المسافة، شوف في غزوة تبوك الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كتير، 20,000، وبعض الصحابة تخلفوا، وبعض الأعراب تخلفوا. ربنا بين لهم الثواب اللي فات منهم، اللي ضاع عليهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له به عمل صالح. لا يصيبهم ظمأ، العطش يتكتب لهم به عمل صالح، ولا مخمصة، جوع في سبيل الله، ولا تعب ولا إرهاق، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. كل ما ينزلوا مكان الكفار يتغاظوا بسبب نزلهم في هذا المكان، يتكتب لهم به عمل صالح. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب به عمل صالح، يتكتب لهم. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، المخمصة الجوع. كلما يشعروا بالجوع يتكتب لهم عمل صالح، كلما يشعروا بالعطش يتكتب لهم عمل صالح،
كل ما يحسوا انهم تعبانين ومرهقين يتكتب لهم عمل صالح، لما ينزلوا مكان يتكتب لهم عمل صالح، لما يعملوا انجاز ضد الاعداء يتكتب لهم عمل صالح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. الوادي يعدوا يتكتب لهم، نفقة تتكتب لهم، وقت امضوه يتكتب لهم، مسافة قطعوها تتكتب لهم، عطش، جوع، تعب، كله يتكتب، حتى النوم يكتب لهم به عمل صالح. بل لو واحد منهم معاه فرس، كل ما يأكل الفرس وينزل شيء في بطنه يكتب لصاحبه به حسنات. فإذا تروث الفرس يكتب لصاحبه بروثه حسنات، وإذا تبول يكتب لصاحبه به حسنات، وإذا شرب من نهر يكتب لصاحبه بشربه هذا حسنات، وإذا جرى في وادي يكتب لصاحبه بكل خطوة خطاها الفرس حسنات. تتكتب في كتاب مفتوح والملائكة بتكتب، والمؤمن حريص، حريص على هذه الكتابة، عايز يزود ما يكتب في كتاب حسناته، لأن في يوم آخر وسوف تعرض هذه الكتب، هتتفتح تاني، واللي ما كناش شايفينه هنشوفه، هنشوف الكتب اللي الملائكة كانت بتكتب فيها، هنشوفها عاملة ازاي، صورتها ايه، أحوالها ايه، هنشوف وهنشوف ايه اللي الملائكة كتبته علينا، كل ده هنشوفه يوم القيامة. والإنسان يراعي، خلي بالك علشان ممكن تتكتب عليك كلمة، كلمة تسبب لك مخاطر يوم القيامة، كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، كلمة طلعها فيرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن العبد أو الرجل لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة وتسجلت وتكتبت وخدتش بالك منها، استصغرتها، استهنت بيها، استحقرتها، خدتش بالك، قلت دي ولا حاجة، تفاجأ مكتوبة متسجلة مدونة، وتخلي موقفك خطير جدا يوم القيامة. خلي بالك إلا إذا كان لك حسنات ماحية، حسنات كبيرة تمحو آثار هذه الكلمة. شوف أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في يوم من الأيام اتكلمت عن أمنا صفية بنت حيي، كانت من اليهود وأسلمت، دوافع الغيرة عند أمنا عائشة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حسبك من صفية أنها قصيرة، كفاية عليها أن قصيرة، والقصر هذا من عند الله، من عند الله، بتقدير الله عز وجل. لو أنت وصفت واحد قصير وصف، معلش حاجة خلقة ربنا، إنما لو بتعيبه أنه قصير هذه خلقة الله، هذا تدبير الله. فالنبي يقول لها: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، مرة مرة مش حلوة، مرة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تغير طعم مية البحر. لو فرض ان هي بتتمزج بمية البحر، كلمة كبيرة جدا، ان ده العيب، دي خلقة ربنا المقصود. ولكن أمنا عائشة لها الحسنات الكبيرات الثقيلات الكثيرات رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة جميعا. المقصود كلمة أنت بتقولها في موقف مش واخد بالك، لا تلقي لها بالا، ده لو قلتها كده في موقف غيرة، موقف تنافس، موقف كذا كذا، وهي تكون تقيلة وكبيرة تكتب عليه، انتبه الملائكة لا تغفل بالضبط اللي انت بتقوله، حركات، مواقف، أوقات،
مسافات، خطوات، كلمات، نظرات، الكل، كل بيتسجل، كل بيتدون، ويوم القيامة هتشوف تاني. فانتبه، معاك ملائكة لا يفارقونك، لا يفارقانك إلا عند النوم. إن النوم زي ما النبي قال رفع القلم عن ثلاث، من ضمنهم النائم حتى يستيقظ. طول ما أنت نايم القلم مرفوع عليك، ملائكة ما تكتبش عليك وانت نايم. وعن المجنون حتى يفيق، طبعا عن الغلام حتى يحتلم. من أول مرة الغلام بيحتلم أو الجارية تبتدي الملائكة تكتب له بقى في كتاب السيئات. كتاب الحسنات ربما يكون مفتوح من قبل، السيئات تحصى عليه، يفضلوا يكتبوا لحد آخر نفس في حياته، الخاتمة يكتبوا الخاتمة. في ناس الخاتمة بتاعتهم حسنة، آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، تكتب الملائكة. وفي واحد الخاتمة بتاعته سيئة والعياذ بالله، يكفر بالله أو يسب الدين أو يتبرم أو يعترض على قضاء الله وقدره أو غير ذلك، كل ده بيتكتب لحد آخر لحظة، آخر لحظة، والملائكة بتكتب بتدون عليك وعلي وعلى كل الناس، المؤمن والكافر والمنافق، الطائع العاصي، الكل. وهذه السجلات لا تضيع، ما تضيعش أبدا أبدا، ولا تشتبه ولا تبلى ولا تبلى، ما بتقطعش، تفضل محفوظة ليوم، ولا تبلى ولا تضيع ولا تشتبه. كل واحد له سجلاته، حسنات وسيئات لا تشتبه مع سجلات الآخرين أبدا. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابك أنت، اقرأ كتابك، كتابك أنت مش كتاب حد تاني، تحفظ وتعرض عليك مرة ثانية يوم القيامة. في مواقف كتيرة جدا مع الكتب القيامة، المقصود انتبه الكلام، خلي بالك في كلامك، لا كلمة تطلع كده ولا كده تتعبك يوم القيامة وتخسرك يوم القيامة. انتبه الكلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلي بالك على خطواتك، خلي بالك على أوقاتك، خلي بالك على نفقاتك، طالما في حلال إن شاء الله تكتب لك. سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه يقول مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فرأى الصحابة منه جلدا ونشاطا، واحد طويل وعريض ونشيط ماشي بسرعة، عنده نشاط وعنده جلد وعنده قوة وعنده تحمل. قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، ده لو مسك سهم ولا مسك سيف ولا مسك رمح، لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خرج يسعى على أبناء له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على والدين له كبار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وفخرا فهو في سبيل الشيطان. خطواته اللي مشاها في التكسب في طلب الرزق، إن كان ماشي عشان ينفق على أولاده هو في سبيل الله، خطواته دي في سبيل الله. إن كان عنده أبوين خرج يسعى عليهما ينفق على الوالدين من الحلال فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، بدل ما يطلب من الناس، بدل ما يسأل الناس، خرج يسعى رايح بيدور على شغل هنا وهناك بنشاط وقوة ومثابرة وجلد هو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء وفخرا. شوفوا أدي صحتي، شوفوا أدي مشيتي، شوفوا أدي نشاطي، أدي هيئتي، بصوا علي، انتبهوا إلي. خرج رياء ليرى الناس مشيته
أو قوته أو صحته أو فخرا بيفاخر راح يجمع أموال علشان الفخر علشان المباهاة علشان الدنيا، فهو في سبيل الشيطان. بدل ما يتكتب في ميزان حسناته في كتاب حسناته يتكتب في كتاب السيئات حسب النوايا. كل شيء مكتوب، كل شيء مسجل، كل شيء مدون، خطوات، كلمات، نفقات، أوقات، مسافات، نظرات. النظرة الأولى لك والتانية عليك، تتكتب عليك كله حاجة بتسمعها. حتى النائم كان في سبيل الله في خرج في الجهاد، لما ينام يكتب له هذا النوم في كتاب حسناته، وإذا استيقظ يكتب له أيضا في كتاب حسناته. مفيش حاجة بتضيع أبدا. ملائكة أمناء خبراء مهرة، بيعرفوا يكتبوا إيه ويكتبوا إزاي بالضبط اللي أنت عملته ويتكتب إزاي. فاعملوا لهم حسابا وأقربوا الملائكة واستحيوا من الملائكة واعملوا حسابا لهذه الكتب التي ستعرض علينا مرة ثانية يوم القيامة. أسأل الله أن يوفقنا لفعل الحسنات وترك المنكرات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، الكفار كل واحد أيضا معه ملكان يكتب عليه، سجل عليه الكلمات والحركات والخطوات. اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. حيتكتب واتكتب اللي بيقولوه، سنكتب ما قالوا، واللي يقول حاجة غلط، معلومة غلط، تصور غلط، نسبه إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى غير الله. ناس قالوا الملائكة إناث، غلط. مين اللي قال لك؟ الملائكة لا إناث ولا ذكور، لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة. ربنا يقول: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هيتكتب. منين قلت إن هم إناث؟ منين جبت المعلومة ديت؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، شفتهم هم متخلقوا إناث، ستكتب شهادتهم. معلومة غلط، كتب عليك ويسألون. واللي قالوا اتخذ الله ولدا، عرفت منين؟ شفت منين؟ كل اللي قال حاجة غلط تتكتب عليه، بتتكتب وحيتسأل عنه. بتتكتب. هذا العاصي بن وائل السهمي جاء إليه خباب بن الأرت، كان له عنده فلوس أموال، خباب راح يقول له: الأموال بتاعتي، الحق بتاعي. قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: مش هديك حقك لما تكفر بمحمد. قال: والله لا أكفر بمحمد أبدا أبدا حتى تموت وتبعث وتدخل النار، يعني عمري ما أكفر به. طول ما أنا عايش وانت عايش لحد يوم القيامة. قال:
تزعمون أن الجنة فيها ذهب وفضة؟ إذا كان يوم القيامة ائتني فسيعطيني الله ذهب وفضة وأموال أقضيك حقك. نزلت الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سنكتب ما يقول. اللي قاله كله مكتوب. لما قال لخباب الأرض لن أعطيك حتى تكفر بمحمد، وقال إن يوم القيامة تعالى لي ربنا حيديني أموال وبنين. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. في يوم القيامة ربنا حيديني أموال وأولاد. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهده؟ وشاف يوم القيامة وشاف نفسه بياخد أموال وأولاد. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهده؟ ولا ربنا اداله عهد إن حديك؟ كلا ده ما حصلش كله. سنكتب ما يقول. اللي قاله الزور والكذب والباطل والبهتان، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. كل حاجة بتتكتب، كله، كافر مشرك يهودي غيرهم منافق. شوفوا المنافقين ربنا يقول عنهم وعن الكفار: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سمعهم وملائكتي بتكتب. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ كلام السر، الجلسات السرية، اللقاءات السرية، الاجتماعات السرية. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الاجتماع السري ده مكتوب الملائكة كتباه، اللقاء السر ده الملائكة كتباه، الملائكة كتباه في كتاب السيئات. حيلاقوه يوم القيامة وحاولوا ينكروه، إنما الأعضاء هتنطق الآيات دي، هتقول كتبت، واللسان هيقول نطقت، والرجلين هتقول مشيت. كل الأعضاء هتنطق يوم القيامة على اللي مكتوب ده لو حد نكره، لو حد نكره. الملائكة ما بتظلمش حد، بتكتب بالظبط اللي اتقال واللي دار. بعض المنافقين كان يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي حاضر سمعا وطاعة أمرنا هننفذ، ولما يطلع من عند النبي يقول سمعنا وعصينا، يقول سمعنا وعصينا. وربنا سبحانه وتعالى يسمع هذا ويكتب هذا إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لما يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. يقولون طاعة، تلمع عند النبي حاضر سمعا وطاعة، الإسلام والإيمان وحنطبق. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، لما يطلعوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. معصية، مخالفة، مكر، خداع، حيل، مؤامرات، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله. المقصود الله يكتب ما يبيتون، كل حاجة بتتكتب، مفيش حاجة أبدا تكتبش أبدا، لا ليل ولا نهار، لا سفر ولا حضر، في الخلوة في الخلطة، رجال نساء، من أول البلوغ لحد الموت، كله متسجل. عشرات السنين، شوف عمرك، أنا كل سنين عمرك مكتوبة بالشهور بالأيام بالساعات بالدقائق بالثواني، عمرك كله سجل كامل. ك
كتاب كامل ما فيهوش لحظة الملائكة تبعد عنك وانت في الخلاء أثناء التبول والتبرز، عندهم حياء، تبعد عنك وقت الجنابة الجماع، عندهم حياء وانت نايم عشان ما عندكش إرادة، بس تمشي عليه. إنما غير كده صاحي بالليل بالنهار في وسط الناس بعيد عن الناس، كتابة كتابة كتابة، ما بتملش ولا بتتعب الملائكة، كله متسجل. سيدنا عبد الله بن عباس يقول يكتب على الإنسان كل شيء، حتى يكتب عليه أكلت، شربت، خرجت، دخلت، أتيت، أردت. تقول أنا مشيت، كل كلمة واحدة أنا مشيت، مكتوب إن أنت قلت مشيت، قلت إيه تاني؟ جيت، كتب، أكلت كذا مكتوب، شربت كذا مكتوب، كله بيتكتب، أردت كذا، بحب كذا، بكره كذا، عايز أعمل كذا، ما تيجوا نعمله كذا، كله بيتكتب بدقة شديدة جدا. يوم الخميس تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، الملائكة تعرض الكتب، سبحانك يا رب عظيم، كل الكتب، المسلمين والكفار والمنافقين، كل الكتب بتعرض على الله يوم الخميس. العظيم سبحانه، الكبير سبحانه، تعرض على الله، الخير والشر يفضله، واللغو والحاجات دي تمحى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، بس كل شيء بيتكتب الأول، بعد كده يفضل الخير والشر، الحلال والحرام، ده اللي هتتحاسب عليه يوم القيامة، ده الحساب. يوم الملائكة لا تفرط أبدا، كل شيء بيتدون ويتكتب، والمرجع إلى الله، يعرضونه على الله سبحانه وتعالى يحكم، يحكم في هذا الذي قلته والذي كتبته الملائكة. إيه اللي هيبقى في كتاب الخير؟ وإيه اللي هيبقى في كتاب الشر؟ وإيه اللي هيمحوه الله سبحانه وتعالى ويبقى ليفتح لك مرة ثانية يوم القيامة؟ أسأل الله أن ييمن كتابنا، وأن يسهل حسابنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يثقل موازيننا، وأن يعجل على الصراط مرورنا. أسأل الله أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا علما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير.
يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. هل ربنا بيحتاج الملائكة تكتب له؟ لا، هو الحي القيوم الذي يقوم بذاته لا يقوم بغيره أبدا. كل الخلق لا تقوم إلا بالله، إنما ربنا لا يقوم بشيء، مستقل بذاته، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. فالملائكة اللي بتكتب علينا حسنات والسيئات، الله لا يحتاج إليهم ولا إلى كتابتهم، ربنا ما بيحتاجش لحد سبحانه وتعالى. إنما ده نظام الكون، ربنا الأوامر كل شيء بنظام، لو ربنا شاء كل شيء يكون فيكون، إنما كل شيء بنظام. ملائكة، واحد للحسنات، واحد للسيئات، واحد لحاجات تانية. كل ملك من الملائكة له مهمة، له دور ربنا مقسمها له، لا يحتاج سبحانه وتعالى، إنما ده تدبير الكون عشان نعرف الترتيب، نعرف الأخذ بالأسباب وهكذا. موضوع الكلمات اللي بتتكتب والكلام والخطوات والحاجات دي يظهر امتى اهميته وخطرته؟ في لحظات الخلاف والنزاع، واحد بينه وبين شريكه نزاع، خلي بالك عشان لسانك ممكن يقول كلام غلط. واحد بينه وبين زوجته نزاع، خلي بالك عشان ما تقولهاش كلمة غلط، شتيمة ولا كلمة ظلم أو غير ذلك. نزاعات بين الناس، هو الكلام الخطير بيطلع إمتى؟ في الأوقات دي. فخلي بالك في هذه الأوقات. أما في أوقات السلم أو الهدوء كده، ما كل واحد بيبقى لسانه ما فيش منه خطورة إن شاء الله. الموضوع الكتابة ده، الملائكة كل ملك عارف بيكتب إيه بالظبط ويحسبها ازاي، الا حاجات نادره قوي، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وواحد من الصحابه بيصلي معاه، وبعدين بعد ما النبي قال سمع الله لمن حمده، الرجل قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الرجل زود كلماته وتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش في الوضع ده. فالنبي بعد الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ مين اللي قال العبارات دي؟ مين يجي؟ فالنبي الرجل مرضاش الأول، وبعد كده لما النبي بشره كده قال له كلمة اللي قلتها دي، رأيت 12 ملكا ها يعني يتسابقون أيهم يكتبوا أولا. وفي بعض الروايات أنهم سألوا الله عز وجل كيف يكتبونها، فقال الله عز وجل اكتبوها كما هي حتى أجزيه بها يوم القيامة. دي تتكتب ازاي؟ الملائكة ما عرفوش دي تتكتب ازاي، سألوا الله نكتبها ازاي، ربنا قال لهم اكتبوها كما هي زي ما قالها، وانا هجازيه بها يوم القيامة. غير كده عارفين انت تقول ايه، دي الكلمة دي عارفينها بتتكتب ازاي، ثوابها ايه، تتكتب فين، عارفين كل حاجة. ويجي بقى يوم القيامة في مواقف كتيرة جدا مع الكتب بقى دي، الكتب اللي اتكتبت بتتشال فين؟ بتتشال فين وتطلع امتى وازاي؟ ومواقف كتيرة جدا تتعلق بالكتب دي اللي اتكتبت والصحف والسجلات. ده ان شاء الله نتذاكر ما جاء حول هذه المعاني في مرة اخرى بإذن الله عز وجل. عندنا لقاء فضيلة الشيخ ياسر برهامي يوم الاثنين في مسجد رياض الجنة بعد صلاة
العصر حول قضايا الإيمان والكفر، مسائل تتعلق بقضايا الإيمان وقضايا الكفر، عناوين كتيرة جدا بيتم التعرض لها تدريجيا. جلسة إيمانية ذكرت قبل ذلك أنها ليست موجهة ضد أحد، وليست يعني نقدا لأحد ولا هجوم على أحد أبدا إطلاقا، إنما هذه جلسة علمية شرعية إيمانية، علم يعني مسائل في العلم بيتم طرحها والتعرض لها يوم الاثنين بعد صلاة العصر. صحيح التوقيت ناس بتبقى لسه جاية من الشغل، اللي عايز يتغدى واللي عايز ينام واللي تعبان شوية، إنما ما كان يوم الاثنين ده أجازة بس بقية الأيام، فبنقول الإنسان بيتعب شوية اليوم ده هو أجل الغدا شوية، خلي المغرب، أجل النوم بتاعك شوية، مش ضروري تنام مثلا شوية، يعني مقصود إن إحنا هنتعب شوية في سبيل الله عز وجل، ونستمع إلى مسائل في العلم، آيات وتفسيرها، أحاديث وشرحها، فهم للعلماء السابقين لهذه القضايا وهذه المسائل. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.